أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأ الحلقة بالعناوين. موقع بلقيس يتحدث عن أخطر مدينة يمنية على حياة المصورين. ومن الصحافة الفرنسية، المتمردون اليمنيون يحكمون بإعدام الأكاديميين والخطباء. ومن أخبارنا المنوعة، اليابانيون يستأجرون سيارات لشحن هواتفهم. أخطر مدينة يمكن العمل فيها بالتصوير هي صنعاء، ففيها تراقبك الأعين ويتبرأ منك الجميع، وما أن تلمحك الميليشيات حتى تضعك تحت عقوباتها لأنك انتهكت المحظور. وعنون موقع قناة بلقيس: صنعاء جارة الشهب بلا كاميرا، وأكشاك الصحف تباع فيها المواد الغذائية. وقال الموقع: صنعاء، في صنعاء تلاحقك كمصور التهم التالية: نقل إحداثيات للطيران، التعاون مع وسائل إعلام مناهضة، اتهامات مباشرة وغير قابلة للنقاش يوجهها الحوثيون للمصورين. حتى غدت عدسة الكاميرا ممنوعة من التجوال في العاصمة صنعاء. ووفق مصورين صحفيين أكدوا لبلقيس توقفهم عن ممارسة التصوير الصحفي. وفي تصريح خاص لموقع بلقيس يقول مراسل تلفزيوني: طلب التحفظ عن اسمه حفاظا على سلامته. كنا نصور تقريرا عن المنشآت التي تعرضت للقصف بغارات جوية بالعاصمة صنعاء، وبموافقة مسبقة من المنطقة الأمنية. وأثناء التصوير جاء طقم بمسلحين مدنيين وأخذوا الكاميرات وأرغمونا على كتابة تعهد بتحمل مسؤولية تعرض المكان لغارات جوية طيلة أسبوع. ومع تحليق الطيران فوق العاصمة صنعاء إذ كان في أوج الغارات، لم نكن ننام ولا نعرف ماذا نفعل وكيف نعيش، وتكاد قلوبنا تتوقف خوفا من استهداف المكان بغارة جوية. موقع عدن الغد يتحدث عن مدينة مقسمة بين المجاميع المسلحة، وعنون الموقع: عدن المدينة المقسمة بين الميليشيات، الحنين إلى زمن الدولة لا يزال قائما. وقال الموقع إنه منذ زمن بعيد بدأ الحنين في عدن إلى زمن الدولة ومؤسساتها، لكن هذا الحنين سرعان ما يتحول إلى حنين إلى فترة وحقبة قريبة اندثرت لتضيع معها أحلام كبيرة. ومنذ عقود يحن العدنيون إلى دولة النظام والقانون، ورغم أن قوى طالبت بانفصال الجنوب وواعدت بإعادة الدولة وقوانينها قبل سنوات من اليوم، إلا أنها وبعد أن سيطرت على المدينة حولتها إلى كنتونات صغيرة متناحرة. يضيف الموقع: لا يزال الحنين في عدن قائما للدولة ومؤسساتها رغم حالة الانقسام في المدينة. قسمت عدن عقب الحرب الأخيرة التي شهدتها إلى كنتونات صغيرة، حكم كل ركن منها فصيل مسلح. بدأ أنه من الصعوبة بمكان توحيد كل هذه الفصائل المتناحرة. بعد 4 سنوات لا تزال المدينة تفتقر إلى قسم شرطة واحد فاعل أو قوى أمنية موحدة أو مختلطة. ويصل الموقع إلى النتيجة أن الدولة لا تزال بحسب كثيرين بعيدة المنال في عدن، لكن الحنين إليها لا يزال قائماً. سألني عبر الهاتف صديق يعمل أستاذا في واحدة من جامعات الولايات المتحدة: هل من جديد في وطننا الشاسع والواسع؟ لم تكن الإجابة بحاجة إلى دقائق أو حتى ثوان، فقد كانت جاهزة ومنتزعة من أفقنا الجامد الذي يعاني من أحداث متراكمة بعضها فوق بعض ولا جديد فيها. هكذا بدأ الدكتور عبد العزيز المقالح مقاله الذي نشره في بلقيس، مضيفا في جزء من رده على صديق في الغربة: يتحدث أبناء الشعوب الحية عن المستجدات المتوالية في حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية، عن تطور التعليم والنجاح المتواصل في مجال العلوم. ونحن كما كنا منذ عقود في حالة شكوى لا تختلف عن أحوالنا وخلافاتنا وتحدي أعدائنا لأحلامنا ولأرضنا. لا تكف الدوائر السياسية في بلادنا عن تدبيج رسائل الشكوى إلى المنظمات الدولية وإلى ما يسمى بالرأي العام العالمي،
ورغم أن زمن الشكاوي طال، فإن جواباً واحداً من تلك المنظمات ومن ذلك الرأي العام لم يأتي بعد، وليس من المحتمل في المدى المنظور أن تأتي تلك الإجابة المنتظرة، لا لأن المنظمات لا تسمع أو لأن الرأي العام لا يرى، وإنما لأن تلك المنظمات الشكلية تكره الشكاوي وتحتقر الشاكين ولا تقر سوى بالأفعال، ولا يوقظها أنين الضحايا بل ردود أفعالهم الجادة. أما أنت أيها الصديق الذي يعيش بعيدا عن هذا الوطن الجريح والشاكي، فلا يجعلك البعد تعتقد ليوم واحد أن هذا الوطن قد تحولت تراكماته السيئة فجأة إلى مستجدات تأخذ طريقها نحو المستقبل، فالواقع لا يوحي بشيء من ذلك، لا الآن ولا بعد نصف قرن كما يبدو، فالمستقبل ابن الحاضر والحاضر عقيم، وما نصنعه جميعا لا يبعث على أمل في التغيير المنشود، ذلك التغيير الذي يبدأ من تغيير ما في النفوس ومن تجاوز الخلافات المفتعلة وما خلفته في الواقع من فوضى واضطراب ومن عدم الثقة، وما ينتج عن ذلك من إحساس بغياب الألفة والانسجام بين أبناء الوطن الواحد وأحياناً بين أبناء الأسرة الواحدة. وفي مناخ كهذا من أين يأتي الجديد؟ وكيف تتكون المتغيرات ويكون اليوم مختلفاً عن الأمس والغد مختلفاً عن اليوم؟ تبدو شقة سليم قاسم الواقعة وسط مدينة مأرب كما يصفها موقع المشاهد نت، تبدو جحيما في ظل توقف المكيف عن العمل بسبب الانطفاء المتكرر للكهرباء والذي يمتد إلى 18 ساعة يوميا. يضيف الموقع: تبدأ سلسلة انطفاء الكهرباء في مأرب المعروفة بارتفاع درجة الحرارة فيها إلى 42 درجة مئوية منذ الوهلة الأولى لدخول فصل الصيف. المفارقة العجيبة أن محطة مأرب الغازية التي كانت تضيء كل محافظات اليمن عجزت اليوم عن مد المحافظة التي تقع فيها بالكهرباء منذ توقفها مطلع العام 2015 لتعرضها لاعتداءات كبيرة. تعتمد مديريات محافظة مأرب البالغ عددها 12 مديرية على الطاقة المشترى التي تنتجها شركات الطاقة بقدرة 75 ميجاوات. المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة أعلنت في وقت سابق أنها وضعت خطة لتوفير 120 ميجاوات لتغطي الاحتياج للتيار الكهربائي ولمدة تصل إلى 20 سنة قادمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ذكرت الأمم المتحدة كما يقول موقع يمن مونيتور أنها سجلت 705 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري. نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إن أكثر من 400 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا سجلت في اليمن التي مزقتها الحرب حتى الآن منذ مطلع العام، وهو ارتفاع حاد مقارنة ب 380 ألف حالة في العام 2018. وأضاف حق أنه تم تسجيل 705 حالة وفاة مشتبه فيها بالكوليرا منذ يناير، وهي زيادة هائلة عن 75 حالة وفاة في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار حق إلى أن انتشار الكوليرا قد تسارع بسبب السيولة الأخيرة وسوء صيانة أنظمة إدارة النفايات والافتقار إلى المياه النظيفة. الأمم المتحدة أطلقت نداء إنسانيا بقيمة 4 مليار دولار لمساعدة أكثر من 20 مليون يمني هذا العام، ولم يمول إلا بنسبة 82% حسب المنظمة الدولية. نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية 5 تواريخ رأى الصحفي ستيف تينري أنها ذات دلالة للحرب في اليمن بدأت من اجتياح الحوثيين لعمران وإسقاطهم لدولة اليمنيين التي أرادوا إصلاح طريقة الحكم فيها. وقال الصحفي الفرنسي: في مثل هذا اليوم وقبل 5 سنوات كان استيلاء الحوثيين على مدينة عمران باليمن بداية لصراع معقد ومدمر أغرق البلاد في حرب تبدو حتى الآن ميؤوسا منها، سببت مقتل وإصابة مئات الآلاف، كما ألقت باليمن في أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم. بدأت الأحداث عندما رفض الحوثيون قرار هيئة للحوار الوطني
بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية تضم 6 أقاليم، وطلبوا منطقة خاصة بهم تكون مطلة على البحر. ثم قاموا بالهجوم وبعد الاستيلاء على مدينة عمران في 8 يوليو 2014، واصلوا الهجوم في سبتمبر للاستيلاء على العاصمة. وبالفعل انضمت إلى الحوثيين بعض وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي صالح، الذي أصدر أوامر لقواته بالتحالف مع المتمردين بهدف استعادة السلطة من يدي عبد ربه منصور هادي. وفي غضون أشهر استولى الحوثيون على العديد من المباني الإدارية وعلى القصر الرئاسي ثم ميناء الحديدة، وبالتالي لم يعد لدى هادي أي خيار سوى الفرار جنوبا إلى مدينة عدن التي أعلنها العاصمة المؤقتة. واصل الحوثيون اختراقهم واستولوا على مطار عدن، واستطاع الرئيس هادي الهروب إلى الرياض تحت حراسة القوات المسلحة السعودية. وفيما بعد شنت 9 دول عربية بقيادة الرياض وبدعم من الولايات المتحدة عملية جوية على اليمن تحت اسم عاصفة الحزم، هدفها القضاء على تمرد الحوثيين. 30 شخصا ستنتهي حياتهم بتهمة معارضة سلطة جماعة الحوثي، أو على الأقل هذه التهمة الحقيقية. أما ما أعلنت عنه الجماعة فهي تهمة التجسس. تحدثت عن هذا الأمر صحيفة لوفيغارو الفرنسية، ونقلت عن مصدر قضائي في صنعاء قوله إن محكمة تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن حكمت بالإعدام على 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح التحالف. وكان المدانون وهم أكاديميون ونقابيون وخطباء قد حكموا أمام محكمة صنعاء الجنائية، وكانوا ضمن مجموعة من 36 متهما تم احتجازهم لمدة عام. وأضاف المصدر أنهم أدينوا بتزويد دول التحالف بمعلومات حول مواقع الضربات الجوية، وتم تبرئة 6 متهمين آخرين. في تغريدة باللغة العربية وصفت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة على المعارضين السياسيين 3 بأنها انتهاك خطير لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغاء هذه الأحكام الظالمة وإطلاق سراح المدعى عليهم فوراً. تضيف الصحيفة في مايو 2018 حكمت محكمة في صنعاء على رجلين بالإعدام للتجسس لصالح السعودية، وفي يناير الماضي أصدرت نفس المحكمة حكما بالإعدام على أسماء العميسي وهي أم تبلغ من العمر 22 عاما ورجلين لمساعدة دولة معادية. أحكام الإعدام هذه لم تنفذ بعد، فيما قامت محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بتخفيف عقوبة الإعدام بحق أسماء العميسي إلى السجن 15 عاما. كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية عن سعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية قبالة سواحل إيران واليمن، وتعنون شبكة البي بي سي. واشنطن تريد تشكيل تحالف عسكري لحماية الملاحة قبالة سواحل إيران واليمن. وقال الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة تأمل في إيجاد دول صديقة لديها الإرادة السياسية لإنشاء فريق عمل خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن القوى المقترحة سيكون لها دور فعال لضمان حرية الملاحة في طريق التجارة الحيوية. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني، هدد الولايات المتحدة وقال إن القواعد الأمريكية في المنطقة وحاملات الطائرات في الخليج تقع في مدى الصواريخ الإيرانية. وبموجب الخطة العسكرية الأمريكية الجديدة فإن واشنطن ستوفر سفن القيادة وجهود المراقبة للتحالف العسكري، وسيقوم الحلفاء بدوريات حراسة بالقرب من سفن القيادة الأمريكية ومرافقة السفن التجارية التي تحمل أعلامهم. الأغلبية لا تمتلك الحقيقة، تحت هذا العنوان كتب سائد كراجة مقاله المنشور في صحيفة الغد، وأضاف منذ زمن اليونان وحتى يومنا هذا لم تخلو حقبة تاريخية من ملاحقة وإعدام أو محاصرة أصحاب الفكر، وكأن سلوك استئصال المعارضين أو المجددين سياسة اتفق عليها أتباع الديانات السماوية والأرضية،
ولم يخرج عنها أيضاً أتباع الأيديولوجيات والفلسفات السياسية على اختلاف توجهاتها، يسارية كانت أم يمينية أم وسطية. الذي يقتل ليس الدين ولا التعاليم الدينية، الذي يقتل هو السلطة السياسية التي تستغل الدين والتي تستعمله طريقاً لاستمرار جبروتها. الذي يقتل هم رجال يدعون الدين فيخشون أفكاراً جديدة قد تطيح بقداستهم المزيفة، والتي هي وسيلتهم في السيطرة على الجموع، لأن الجموع كما يقول غوستاف ليبون صاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، تفكر في داخل المجاميع الاجتماعية بعقلانية أقل مما تفكر به على الصعيد الفردي، وهي تميل عندما تكون في مجاميع إلى الانقياد أكثر من التفكير النقدي العقلاني الواعي. في العصر الحديث تنبه الناس إلى خطر الأغلبية والمجاميع والتكتلات الاجتماعية، وظهرت دعوات ونظريات وهياكل قانونية لحماية الأقلية، كما ظهر اهتمام أكثر في تحصين الفرد وحماية تفرده وأفكاره وإن خرجت عن فكر المجاميع. الفردية بهذا المعنى ليست أنانية ولا هدماً للمجتمع كما يروج أصحاب التوجهات الجمعية، بل إن تفرد الفرد وتشجيع حريته وحقوقه وتهيئة البيئة الاجتماعية والثقافية لتطوير تفرده هي صمام الأمان لمنع تغول المجاميع والأغلبيات الدينية أو الاجتماعية أو السياسية. ولا أعتقد أن من قبيل الصدفة أن خطاب الكتب السماوية كان موجهاً للفرد، وهذا التفرد لم يقتصر على صيغة الخطاب، بل شمل تفرده في تقرير حريته وتحمل مسؤوليته على أساس فردي. كشفت شركتان تعملان في مجال تأجير السيارات في اليابان ظاهرة غريبة يقوم بها العديد من العملاء تتلخص في تأجير سيارات دون السير بها نهائياً، وعنوان موقع البوابة: يابانيون يستأجرون سيارات ولا يقودونها والأسباب لا تخطر على البال. وأجرت شركتان في طوكيو دراسة كشفت من خلالها أن الكثيرين يستأجرون السيارات في جميع أنحاء البلاد لكنهم لا يقودونها على الإطلاق، بل يستخدمونها لأخذ قيلولة أو لإجراء مكالمة تجارية. كما كشفت الدراسة أيضاً أسباب أكثر غرابة، فالبعض أشار إلى الاستعانة بخدمات تأجير السيارات من أجل تناول وجبة أو سندويتش بعدما فشل في إيجاد مكان داخل المطعم. ومن بين الأسباب الغريبة أيضا التي وردت في الدراسة كان استخدام البعض للسيارات لتخزين أغراضهم أو شحن هواتفهم فقط. ويرجع سبب نشوء هذه الظاهرة الغريبة هي تعدد خدمات مشاركة السيارات وسهولة استخدامها والوصول إليها، والأهم رخص أسعارها، وعلى وعلى انتشار نقاط استعادة السيارات في جميع أنحاء البلاد. فعلى سبيل المثال توفر إحدى الشركات للمستأجرين أكثر من 12 ألف مكان لاسترجاع السيارات. إذا غامرت وقررت السباحة بعيداً عن الشاطئ فمن المفيد أن تستعين بسباح أولمبي، ويعنون موقع شمرة: بطل سباحة أولمبي ينقذ عريساً من الغرق قبالة سواحل إيطاليا. وقال الموقع إن أندريا بنديتو عريس جديد كاد يغرق أثناء السباحة قبالة شاطئ سردينيا قبل أن يهب السباح الإيطالي فيليبو ماغنيني لإنقاذه، وحافظ ماغنيني على رأس بنديتو مرفوعة فوق سطح الماء حتى وصل طاقم الإنقاذ. وقال بطل السباحة المعتزل في وقت لاحق: أنا لم أفعل سوى الواجب. عن علاقة اليمن بهيئة الأمم المتحدة كتب محمد علي السقاف مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وقال في جزء من المقال: منذ قيام الجمهورية اليمنية تعاطى ثلاثة أمناء للأمم المتحدة مع الأزمات اليمنية: الدكتور بطرس غالي في عام 1994، تلاه بان كيمون، وحالياً غوتيريش، ومعهم أربعة مبعوثين للأمين العام للأمم المتحدة هم الأخضر الإبراهيمي في عام 1994، وفي أزمة الصراع على السلطة في صنعاء بين نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح
والمعارضة اليمنية واندلاع الثورة الطلابية في 2011، تم إفادة جمال بن عمر ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استبدل به بعد ذلك أحمد ولد الشيخ الذي استقال من منصبه، وعين بديلاً له البريطاني الجنسية مارتن جريفيث. شاءت الصدف في أزمة حرب 1994 أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي أول أمين عام بعد نهاية الحرب الباردة، وممثله الشخصي لليمن الأخضر الإبراهيمي، وكلاهما عربي من مصر والجزائر. هل يعني ذلك أن تعاطيهما للملف اليمني مختلف عن بقية أمناء الأمم المتحدة؟ أم أن الحقيقة غير ذلك؟ من المؤكد أن جميع مسؤولي المنظمة الدولية مقيدون في سلطاتهم بما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وهذا صحيح، ولكنه مع ذلك شخصية الأمين العام والأطراف التي رشحته للمنصب الدولي والجهات التي صوتت من أجله لتتبوأ المنصب الرفيع تلعب دوراً لا يستهان به. وتكفي الإشارة هنا إلى كتاب بطرس غالي 5 سنوات في بيت من زجاج لمعرفة ما يدور في كواليس الأمم المتحدة والصعوبات التي واجهها بعدم انتخابه لدورة ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة. بالعودة إلى كيفية تعامله مع أزمة حرب 1994، سنلاحظ لكونه في الخارجية المصرية يعلم أبعاد الأزمة اليمنية ومراحل قيام الوحدة اليمنية التي سبقت بعامين قبل توليه منصبه في المنظمة الدولية. فالقراران 924 و931 اللذان أصدرهما مجلس الأمن الدولي الذي انعقد بطلب من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي دون قطر، أغفلا التأكيد على الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية التي نصت عليها جميع قرارات مجلس الأمن الدولي اللاحقة منذ عام 2011. التقط محترف صحيفة الديلي تيليغراف صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. أصبح الكاريكاتير فناً قائماً بذاته، ومن خلاله يتم التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية. وكبقية الفنون أمتلك الكاريكاتير رواداً وجمهوراً واسعاً، مجموعة من الرسوم نتابعها في الجولة التالية. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه مجموعة الصور والأخبار المتنوعة نصل إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.